اختصاص العلاج النفس حركي وبياخذ النمط الوقائي، بياخذ النمط العلاجي، وطبيعة الحال بياخذ نمط إعادة التأهيل. الهدف من العلاج النفس حركي هو إيجاد تكامل بين الوظائف الجسدية حركية من جهة مع الوظائف العقلية والذهنية. الشرائح العمرية اللي بتوجه لها هذا النوع من العلاج فينا نقول من حديثين الولادة حتى كبار السن. شوف الاختصاص النفس حركي بيكون موجود بالروضات، بالمدارس، بالمشافي، بدور رعاية المسنين وبمراكز التأهيل. نتدخل مع الأطفال بعمر المدرسة، والعلاج النفس حركي بيساهم بالكشف المبكر عن صعوبات التعلم، عن المشاكل الكتابية اللي ممكن يواجهها الطفل داخل المدرسة. ايضا بنشتغل مع الاشخاص اللي ممكن ينصابوا بازيات عصبيه معينه نتيجه حوادث او جلطات. بنتدخل ايضا مع كبار السن، بندخل الاشخاص اللي بيصيبهم الزهايمر، داء باركنسون، الشلل النصفي، الازيات اللي لها علاقه باصابات المخ والمخيخ. طبعا بنشتغل على تطوير المهارات الانتباه والتركيز والذاكره. دائما العلاج النفس حركي بياخذ بالحسبان، وهي جزء من اختصاصه، البعد المكاني للفرد او للشخص المستهدف من العلاج، والبعد الزماني. تم افتتاح اجازه باختصاص العلاج النفس حركي بجامعه دمشق بكليه العلوم الصحيه. بيقول لك الطالب بحب يكون له دور، بيصنع أثر بحياة شخص وينقله من مكان لتاني، بيتوجه لاختصاص العلاج النفس حركي. هو اختصاص غني ومهم، ومنأمل يصير عنا عدد كبير من اختصاصيي العلاج النفس حركي بسوريا لحتى يوصل العلاج لكل شخص بحاجته.